تحية طيبة مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم إلى هذا المباشر من قناة الجزائر الدولية. مشاهدينا الكرام، قبل 3 أيام فقط احتفل العالم تحت غطاء هيئة الأمم المتحدة باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، احتفاء قد لا يتجاوز في رمزيته أياما معدودات أخرى كاليوم العالمي للشعر واليوم العالمي للإيدز واليوم العالمي للتوحد والسكر، والقائمة طويلة وطويلة جدا. ماذا يعني أن تخصص هيئة الأمم المتحدة يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني؟ ومأساة هذا الشعب كما يعلم الجميع هي صنيعة أكبر وأقوى مؤسسة في هيئة الأمم المتحدة، عن مجلس الأمن أتحدث. لماذا تسارع دول عربية إلى الارتماء في حضن عدو مشترك وتنفض من حول ما تسميه بقضية العرب المشتركة؟ ماذا بقي لفلسطين بعد انضمام 4 دول إلى قائمة التطبيع في سنة واحدة؟ أسئلة أخرى مشاهدي الكرام أطرحها للنقاش مع ضيوفي هنا في الاستوديو ومن خارج الاستوديو. قبل ذلك نتابع هذا التقرير ثم نعود لنلتقي. هنا المغرب، وهذا واحد من أوجه الفعاليات الدولية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ليس لهؤلاء وأمثالهم أكثر من صرخة يطلقونها في أوجه أنظمة خانعة. قبل أيام زار وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس المملكة المغربية في زيارة غير مسبوقة للمنطقة، وفي مخرجاتها التوقيع على اتفاقيات تعاون عسكري مع نظام المخزن في بلد عبد الكريم الخطابي. كان ذلك مدعاة رفض إقليمي وفلسطيني كبير من المقاومة والسلطة على السواء. لكن ماذا عمن يتحججون باستغراق إدارة محمود عباس ذاتها في التنسيق الأمني الفاضح مع الاحتلال الإسرائيلي؟ إنه زمن الهوان، وليس أدل عليه من التهافت العربي على التطبيع مع الكيان الصهيوني في الأسابيع الأخيرة من فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ففي عام واحد فقط هرولت صوب قطاره طوعا أو كرها 4 دول عربية: الإمارات والبحرين ثم السودان ورابعها المغرب. ليس ذلك كل شيء، ففي الأعقاب وقع الأردن على ما قال إنه إعلان نوايا لمقايضة الكهرباء بالماء مع إسرائيل برعاية إماراتية. يزداد غضب الفلسطينيين مما يرون ويسمعون من بني جلدتهم العرب، حتى ولو كانت الشعوب براء مما تفعل الأنظمة. أما المنظمات الأممية فبالكاد أفلحت في إصدار قرار يدين الخروقات الإسرائيلية للمواثيق والقرارات الدولية في فلسطين. في ظل فيتو أمريكي لم يخطئ قط طريقه بالخصوص. مواقف رسمية عربية تدحرجت القضية الفلسطينية بموجبها على ما يرى مراقبون من قضية مركزية عادلة إلى مجرد قضية إنسانية تستدعي التعاطف مع الشعب الفلسطيني كغيره من الشعوب. إنه زمن الهوان، هكذا يقول زميلنا مبارك دفة الذي أعد لنا هذا التقرير خصيصا لهذه الحلقة من برنامج خارج التحرير. فلسطين في زمن التطبيع، من قضية فلسطينية إلى حالة إنسانية، هذا هو موضوع النقاش في هذه الحلقة. وحتى نستفيد أكثر في نقاش هذه الحلقة أرحب بضيوفي هنا في الأستوديو، وأبدأ بالدكتور رائد ناجي وهو الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي. دكتور مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا لك سيدي. فلسطين حاضرة هنا في الأستوديو، وأيضا يحضر معنا الدكتور محمد خوجة أستاذ العلوم السياسية والباحث في العلاقات الدولية. دكتور مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، شكرا. شكرا جزيلا دكتور. أيضا مشاهدينا الكرام ينتظر أن يلتحق بنا بعد قليل الأستاذ عبد الحميد حمد، وهو عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ننتظره بين الفينة والأخرى. ولكن قبل ذلك نباشر النقاش في هذه الحلقة، وأبدأ مباشرة من على شمالي مع الأستاذ الدكتور رائد ناجي. دكتور، لو سألتك هكذا كمدخل كبداية لهذا النقاش، عمليا ماذا يعني أن تخصص هيئة الأمم المتحدة يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني؟ القراءة لما نتكلم على الأمم المتحدة بالتحديد يعني، وردا على ما قلت في البداية، وأصل الأمم المتحدة هي متورطة في دم الشعب الفلسطيني، لأنه قرار
التقسيم سنة 1947 كان من الأمم المتحدة، أما الانتداب كان من عصبة الأمم. على كل، الأمم المتحدة الآن دائما لما ضلعت في قضية تضييع فلسطين وفي الدم الفلسطيني وأوغلت في هذا الدم وخلص، يعني أصبحت القضية لا يمكن الرجوع إلى الطاولة، يعني بمعنى آخر أقيم هذا الكيان وأصبح يحكم بالقوة ومدعوم من أطراف غربية ومن الولايات المتحدة الأمريكية طبعا بدون منازع. واستصدر مجلس الأمن وحتى الأمم المتحدة الكثير من القرارات لأن بقيت طي الأوراق وبقيت عديمة النفع. طبعا الآن مع عالم الإعلام وتكشف على الإعلام وتكشف حتى لدى شعوب العالم، يعني حتى الآن تراجع في أوروبا واضح جدا وتراجع في أمريكا اللاتينية، حتى في نفس الولايات المتحدة الأمريكية في تراجع على الدعم اليهودي، بمعنى آخر في النظر، مراجعة النظر لهذا الكيان خاصة بعد ما تكشف الإجرام الذي يمارس على الأرض الفلسطينية وتقريبا يعني بقيت تقريبا من آخر المستعمرات يعني أو آخر الأنظمة الاستعمارية والاستبدادية التي تحكم فلسطين، لأن هذا الكيان طبعا الإحلالي بين قوسين طبعا إضافة إلى الساحل الغربية، نتكلم الآن عن فلسطين في موضوع فلسطين. فالأمم المتحدة في آسيا ربما في إفريقيا ما زالت مستعمرات أخرى أقربها ربما الساحل الغربي، قضية الساحل الغربي نعم. فالأمم المتحدة وكأنها أرادت كأنها يعني دعنا نقول أنها كأنها أرادت أن تعتذر أو بطريقة أو بأخرى أرادت أن تبيض هذه القرارات بإعلان يوم للتضامن مع القضية الفلسطينية، ولكن في نظري اللي هو كان في سنة 1977 قرار 40-32 إعلان يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني على خلفية طبعا بعد سقوط فلسطين ثم الاحتلال 67 ثم نكسات متتالية ثم حرب 73 طبعا والانحلال طبعا، كل هذه الأمور جرت الأمم المتحدة إلى الوصول أن تعلن يوم التضامن على القضية الفلسطينية من باب أنه جعل هذا اليوم يوم لفلسطين. لكن يعني لو ترجع للقراءات الأخرى تجد أنه هذا اليوم في الحقيقة هو إدانة أخرى للأمم المتحدة أن تعلن يوما، يعني كما ذكرت في البداية أن تعلن يوما فلسطينيا، يعني الدم الفلسطيني ليس ثمن يوم واحد، هذه نقطة مهمة جدا، وأنه اليوم للتضامن على الشعب الفلسطيني ليس كأي يوم، يعني ليس كيوم الشجرة يعني صحيح. يعني الأمم المتحدة ساوت يوم الشجرة ويوم أو يوم الشعر أو يوم الإنس أو يوم الأدب نعم سبق وأن ذكرنا يعني بطريقة الشعب الفلسطيني حتى يقال يعني دائما أنه تبرر الأمم المتحدة أنه دائما فلسطين حاضرة في قرارات الأمم المتحدة وتحاول تجميل بعض القرارات السياسية في ظل أنه هي نفس الأمم المتحدة لا تستطيع ولا مجلس الأمن أن يعني في إصدار القرارات في كل القرارات أن يقوم بقرار واحد يعني أو تنفيذه على أرض نعم. الواقع كونه لا يملك سلطة تنفيذية على كل حال هذا موضوع آخر، لكن في النهاية إنه هو يوم رمزي لا أكثر ولا أقل. لكن هذا طيب لو توقفنا عند هذه النقطة بالذات دكتور رائد ناجي، يعني الأمم المتحدة غير قادرة على أن تعطي فلسطين أكثر من يوم تضامن هكذا رمزي. فقط طيب يوم رمزي، دعني أنتقل إلى الدكتور محمد خوجة. دكتور يعني القرار الذي أشار إليه قبل قليل الدكتور رائد ناجي وهو 40-32 الصادر بتاريخ 2 ديسمبر عام 77 الذي تقريبا يعد مرجعا لهذا التضامن، إن كنت تتبعت دكتور يعني يعطي للقضية الفلسطينية بعدا سياسيا، لكن الأمم المتحدة أو بالأحرى مجلس الأمن، دعني أحدد الآن المصطلحات، مجلس الأمن الآن في ممارسته في تعامله مع القضية الفلسطينية في أكثر من مرة يستعمل حق الفيتو، يحول القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى مجرد حالة إنسانية فقط. بالفعل مجلس الأمن ومن ورائه الأمم المتحدة متواطئ ومسؤول مسؤولية تاريخية عن يعني ويلات وتشريد الشعب الفلسطيني، ودعنا نبدأ من اللحظة يعني اللحظة يعني الخطيرة اللي هي سنة 1947. سنة 1947 لم يكن اليهود الذي يملكون على الأرض أكثر من 6% من تراب فلسطين، ولكن قرار التقسيم تاع فلسطين أعطى لهم أكثر من 56% على الرغم أنهم لم يتجاوزوا 6%. يعني منذ اللحظة التي تدخلت فيها الأمم المتحدة يعني كان تدخلا متحيزا لإسرائيل، هذا جانب. القرارات التي خرجت من عباءة الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن كان فيه تحيز للولايات المتحدة الأمريكية بشكل مطلق، يعني لا غبار عليه. يعني الطرف يعني المتحيز الأكبر والمسؤول الأول يعني على توجهات الأمم المتحدة ومجلس الأمن هي الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر إسرائيل عبارة عن قاعدة عسكرية قائمة في الشرق الأوسط لحماية لمصالحها وكذلك لدور اللوبي الصهيوني ولي يعني عملية السيطرة على الشرق الأوسط. ولذلك يعني تخصيص يوم يعني هذه من النفاق في العلاقات الدولية، من النفاق في مخرجات الأمم المتحدة. يعني 364 يوم لتعذيب الفلسطينيين ويخصص لهم يوم واحد لدبلوماسية العلاقات العامة. أعتقد بأنه
الضمير العالمي. وإذا خذينا فقط الولايات المتحدة الأمريكية، في بداية هذه السنة صدر كتاب لمارك لامونت هيل، كتاب اسمه Except for Palestine, The Limit of Progressive Politics، الاستثناء الفلسطيني حدود السياسة التقدمية. وهو إدانة تامة لليسار الأمريكي، للحزب الديمقراطي الأمريكي، ويقول له أنت الذي تناصر يعني قضايا كثيرة في العالم، كيف يعني تعمى على رؤية الفلسطينيين وهم يقتلون وهم يعذبون وهم يهجرون وكذا. فالكتاب لقى ضجة، فتلاحظ بأنه ما يحدث الآن هو الآن نعيش فترة السعي العالمي لتصفية القضية الفلسطينية. ولكن دكتور إن سمحت لي، يعني الظلم الملحق بالشعب الفلسطيني وبفلسطين كقضية كل، يعني ليست قضية يسار أمريكي فقط، يعني هناك ربما قرار ثابت أمريكي ثابت طوال الزمن تتداول عليه الأنظمة ما بين جمهوريين وديمقراطيين، يعني تقريبا في نفس الوضع، يعني مهما تغير النظام يبقى نفس المعاملة مع القضية الفلسطينية والدعم المقدم لإسرائيل. هو صحيح، يعني كل الإدارات، يعني إدارة الحزب الديمقراطي أو الحزب المحافظين الجمهورية نفسها. لكن أنا نقول لك على مستوى النقاش الفكري وعلى مستوى النقاش عن التأثير السياسي، في إدانة على أساس أنه الحزب الديمقراطي هو الحزب الذي يعني دائما يرفع شعارات ويرفع قيم يعني مناصرة المقهورين ومناصرة يعني والديمقراطية وما إلى ذلك، عكس المحافظين اللي سيطر عليه اللوبي الصهيوني يعني بشكل قوي جدا. نعم. فتشوف بأنه الآن يعني في الضمير العالمي تعتبر القضية الفلسطينية يعني هي يعني الدليل على أن هناك يعني العلاقات، يعني ما يسود في العالم هي يعني هي المؤشر القوي على ضعف المؤسسات الدولية في الترتيب تاع الأمن. صح. يعني القضية الفلسطينية تمثل يعني المعلم لكل دول العالم بأن هذه المجلس الأمن والأمم المتحدة هو ترتيب لموازين قوى منذ نهاية الحرب العالمية. نعم. الثانية. طيب. ولا علاقة له بالأمن والاستقرار في العالم. طيب دكتور ناجي، على ذكر يعني موازين القوى التي كان يتحدث عنها الدكتور خوجة، نحن نعلم ويعلم الجميع أن القضية الفلسطينية ربما تضررت أكثر في مرحلة حكم الرئيس ترامب الأخيرة. نعم. هنا بالذات دكتور ناجي، هل نفهم أن مشروع أبراهام أو الوطن البديل الذي جاء به الرئيس الأمريكي السابق أصبح الآن وفق هذه المعطيات، وفق هذه المتغيرات والتحولات السياسية الدولية، حتمية ليس أمام العرب إلا التسليم بها؟ طبعا موضوع الوطن البديل ليس موضوع يوم، يعني ليس موضوع ترامب، يعني حتى نوضح، ولكن ربما ترامب يعني أعطاه نفس جديد. جيك أنا في الموضوع. نعم. أنا أقترح على الفلسطينيين بدل وطنا بديلا هو العراق في العشرينات بعد وعد بلفور، يعني بعد ميثاق عصبة الأمم، بعد مؤتمر السلام في باريس 1919. قبلها كان بلد أفريقي. قبلها كان بلد أفريقي 1920 كان. نعم. أوغندا. نعم. أوغندا بالنسبة لليهود. نعم. عرض على اليهود، لكن أحكي لك على الشعب الفلسطيني. نعم. الآن بعد مؤتمر السلام سنة 1919 بحضور أطراف عربية للمعلومة تاعك ومعلومة المشاهد، وسنة 1920 كان مؤتمر سان ريمو اللي بعد جاء عصبة الأمم وأقر الانتداب. نعم. على فلسطين فيما بعد كان في أطراف عربية. منذ ذلك وضعت قضية الشعب الفلسطيني. نعم نعم. فيصل بن الحسين 100% أولاد الشريف حسين. أولاد الشريف حسين. وضعت قضية القضية الفلسطينية، أين نضع الفلسطيني، وطرحت العراق وطرحت الأردن كشرق الأردن اللي هو نهر الأردن اللي دولة الأردن المملكة الأردنية الآن كأوطان بديلة للشعب الفلسطيني، ولكن كان فيه نكرة في التام. ثم إنه هذا الموضوع يعني أيضا طرح بشكل كبير جدا في خطاب الأدبيات، حتى في وايزمان طلعها في بنغريون أعطيك عن خطاب يعني. نعم. تدرج يعني دائما كان يطرح، حتى في مذكرة شيرون طرح الموضوع وذكر على إيلان هذاك اللي كان مسؤول ومستشار في القانون الدستوري في 2011 وخطة تقسيم الشعب الفلسطيني وإخراج الشعب الفلسطيني بالاتفاقيات العربية سنة 2011. هذا موضوع جديد. إذا موضوع إفراغ فلسطين والوطن البديل للشعب الفلسطيني وليس وليد اليوم فقط. اللي صار إنه هذه كانت عبارة عن كثير من يعني لما دعني فقط تدرج بسيط جدا، إنه بعد سنة 1967 واحتلال فلسطين يعني القدس بالكامل واحتلال الضفة وخضوعها للنظام العسكري الإسرائيلي بالأوام العسكرية سنة 1983، وكانت غزة قبلها في 81 على كل، فخضعت بعض مناطق الضفة الغربية للأردن وبعضها خضع
لغزة خضعت لمصر. بعد هذا الكلام كان هناك حديث يعني حديث يدور على قضية تصفية القضية الفلسطينية وأين يضم، هل نتنازل عن غزة أو لا نتنازل عن غزة. يعني هذا الموضوع يعني كان مطروح قديما، وتجد هذا في الخطاب والكتابات السياسية والتاريخية حتى اليهودية. لكن الذي حدث إنه اليهود سنة 1980 بعد تدرج القوانين في 67 ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية وتصفية القدس، يعني هذا كل مشاريع التهويد كانت 67 صحيح. بدليل ارجع لقانون مثلا المدينة، القضاء، العمران، كذا، كل هذا الكلام يثبت لك. سنة 1980 أصدق يعني صدر يعني مرسوم أو عفوا قانون إسرائيلي مثلا بوضع القدس عاصمة لإسرائيل، ووضع قضية تصفية القضية الفلسطينية، وأوضع لما لم يمشي طبعا عرضت الأمم المتحدة أنذاك، وقبل الثلاث دول، الاثنين من أمريكا اللاتينية وهولندا في أنذاك، ولكن في حينها وضع هذا القانون لما وجدوا أنه لا يستطيعون تنفيذه على أرض الواقع، وضع في وين؟ في خزينة الكونغرس. وكان كل سنة يتداول في الكونغرس على قضية الاعتراف بإسرائيل، اعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل وتصفية القضية الفلسطينية، وكان كل رئيس أمريكي يأتي يتحفظ على هذا الموضوع، وكان يؤذى عليه مرتين سنتين. خلينا نمشي مباشرة لفترة ترامب دكتور. فلما جاء ترامب هذا المتغير، لما جاء ترامب وقع على اصدر يعني القرارات كانت موجوده من 96، يعني موضوع على في طاوله، وربما كان عنده شجاعه انه وقع مباشره خرجه من السر الى العلن بسرعه، لانه هو لا اختفت حتى سياسته مع الاطراف العربيه ولا قضيه انه يعني المشاورات بعض مع بعض الدول العربيه، فكل هذه الامور يعني اختلت يعني موازين حتى الدعم للقضية الفلسطينية، وأصبحت القضية الفلسطينية صارت قضية تقزيمية، يعني تشوف تدرجها فقط من إسلامية إلى عربية إلى 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 إلى، وغدا ممكن تولي تمثل اثنين من الفلسطينيين فقط، يعني هذا العهد. فبالتالي ترامب نعم كانت هذه المعطيات عنده. وأيضا أنا أزيد لك هذا يعني من الشعر بيت كما يقال، أنه نفس الخطة يعني اللي تتفق في صفقة القرن ولا حتى في موضوع ترامب، هي ليست صفقة يعني ليست هي جديدة، هذا الموضوع اللي تكلم عليه الشرق الأوسط الجديد صحيح. تكلم عليه شمعون بيرز طبق بحذافير، وهذا الخبراء اليهود يعني قالوا هذا الكلام في الإعلام، وحتى لما تقرأ هذا الموضوع. لكن الذي حدث أنه صارت في تغير في موازين القوى، هذه نقطة الأولى. على اثنين، في تغير في المجال الإقليمي وحتى عربيا، فصار كل هذه المتغيرات دفعت باتجاه أنه ترامب يكون أكثر جرأة. في أخرى نقطة مهمة جدا يعني أضيفها لك أيضا، أنه حتى أنهم الجانب اليهودي الآن يسعى، يعني طرحت في أدبيات الخطاب السياسي اليهودي الآن، خاصة تعرف أنه عندهم مؤتمر في مؤتمر هرتسيلي كل سنة يعملوه في شهر جويليا، وهذا المؤتمر يعني يضع قرارات حاسمة في شأن إسرائيل وعلاقات العربية، يعني كل سنة يعني قرارات يعني يدعى له كبار قادة الأمن والسياسة وحتى يعني في حلف الناتو، يعني بعض الخبراء يعني لهذا. كانوا تكلموا في 2016-2017 على تقسيم القضية الفلسطينية وتقسيم القضية الفلسطينية وإخراجها من حيزها القانوني وحيزها الأرض يعني الشعبوي، بالتالي إلى قضية إنسانية. وطرحت أيضا إنه قضية التطبيع العربي أيضا، وأيضا قضية حتى طيب قبل التفصيل دكتور في التطبيع العربي، دكتور محمد خوجل جايكم سؤال آخر، يعني بمناسبة الحديث عن تغيير موازين القوى التي كان يتحدث عنها الدكتور ناجي، أسألك هنا ما هو الفرق بين مشروع ترامب الذي كنا نتحدث عنه الذي جاهر كما قال دكتور ناجي بقبل القضية الفلسطينية، ومشروع بايدن الحالي الذي يبدو أنه إلى حد ما نجح في تحويل القضية من صراع عربي إسرائيلي إلى صراع عربي عربي؟ هو الشيء اللي تفضل فيه الدكتور صحيح، ما يمكن إضافته هو ما يلي. الرئيس ترامب استفاد أو الصهاينة من وراه استفادوا من الثلاث عوامل الأساسية. أولا حالة الضعف العربي خاصة منذ 2011، نعم. يعني تحريك الشارع العربي، ونعرف الآن بأنه الربيع العربي يعني مصطنع وتم يعني فبركته، هذا يعني لم تتضرر القضية الفلسطينية مثل ما تضررت بعد 2011، لأن أصبحت يعني قضية في آخر يعني أجندات السياسة العربية. نعم. نعم. الجانب الثاني الذي استفاد منه ترامب وهو الوضع الداخلي الفلسطيني، هناك خلافات فلسطينية ويعني ضعف الجبهة الداخلية الفلسطينية إلى وصول احتقان قوي ما بين الضفة وقطاع غزة، هذا نقطة ثانية. النقطة الثالثة وهو درجة التواطؤ العربي، تعرف بأنه كان في كل المراحل تاع الصراع العربي الإسرائيلي كان فيه محورين، كان فيه محور نتاع النظم التقدمية اللي كانت فيها الجزائر وكانت ليبيا يعني وكانت فيه يعني اليمن سوريا. وكان فيه يعني النظم الرجعية، النظم العربية، النظم الخليجية الملكية. هذه النظم الملكية يعني التاريخ بيّن لنا بأن الفيصل ابن الملك حسين كان مع زعيم الصهيونية منذ اللحظات الأولى، بل أن
إعلان بولفور موقع عليه يعني طيب فيه. قبل الخوض في هذه النقاط بالتفصيل، أنت ذكرت دكتور محمد خجة عدة عناصر ساهمت ربما في تسريع هذا الوضع قبل الخوض في كل نقطة من هذه النقاط. داني أسألك هنا، لو خرجنا من المحيط الدولي للقضية الفلسطينية إلى المحيط الأقليمي، هل ترى أن التطبيع العربي أثر على القضية الفلسطينية؟ ما في ذلك شك. من أي زاوية؟ التطبيع العربي يعني أثر على القضية الفلسطينية بالشكل التالي، يعني بدل ما يكون يعني في كل المفاوضات وفي كل يعني على حساب قرارات مجلس الأمن يعني طرف إسرائيلي وطرف فلسطيني، أصبح هناك متعدد الأطراف. الإمارات دخلت على الصف، والدول السعودية دخلت على الصف، والأطراف الأخرى. الجانب الثاني أن التطبيع يؤدي إلى يعني القضية الفلسطينية أصبحت ثر إرث عربي مشترك، ولكن في الجانب السلبي وليس الجانب الإيجابي. الجانب الآخر، التطبيع يؤدي إلى يعني انتشار المشروع الصهيوني داخل الجسم العربي، ويعني وفك العزلة الشعبية، لأنه أخطر يعني الذي يهدد الصهيونية في بالنسبة إليها هو ليس الأنظمة، هو يعني الشعوب. التطبيع هو الذي يسهل للمشروع الصهيوني بالانتشار وبيعني التفكيك والغوص داخل هذه المجتمعات. الجانب الثالث وهو أنه التطبيع يضعف الطرف الفلسطيني في التفاوض، لأنه الشرط الذي وضعه مبادرة الملك عبد الله في 2002 في القمة العربية، وهو السلام مقابل يعني السلام سلام نظم العربية مع الكيان الصهيوني، مقابل يعني حل يعني مقابل الدولة الفلسطينية، حدود 67 وحل مشكلة اللاجئين. لكن بعد التطبيع يعني لا تحتاج إسرائيل إلى هذا يعني هذا المشروع، لا تحتاج إلى هذا المبادرة العربية. وتلاحظ بأنه إسرائيل في كل مرة تلتف مع كل مجهود عربي للسلام مع إسرائيل، وكل القرارات اللي صدرت على الأمم المتحدة على الرغم أنها مجحفة، وعلى الرغم أنها بما فيها القرار 242 يعني من النقاط الغامضة اللي موجودة فيها، دائما كانت إسرائيل تلتف وتراهن عامل الوقت، زائد أنها كذلك يعني أصبح الآن الفلسطينيين لا يواجهون فقط الصهيونية، بل يواجهون التواطؤ النظم العربية، وهذا ما هو أخطر. يعني لم يكفي الفلسطينيين. نعم. دكتور، إذا كان سمحت لي فقط، يصار لي الآن من غرفة المراقبة أنه التحق بنا على الفور من فلسطين عبد الحميد حمد، وهو عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أستاذ، مرحبا بك معنا. أهلا بك، سلامات، كيف حالك؟ الحمد لله بخير إن شاء الله، وفلسطين بخير إن شاء الله. تسلم، سلمت. إذن أستاذ، كنا نتحدث منذ البداية عن اليوم العالمي الذي خصصته هيئة الأمم المتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، عن رمزية هذا اليوم، ماذا يمكن أن يقدم. تحدثنا أيضا عن الأسباب ربما المبدئية التي أدت إلى تراجع القضية الفلسطينية. ضيوفي هنا في الاستوديو بالمناسبة الدكتور محمد خوجة والدكتور رائد ناجي، تحدثوا عن عدة معطيات وأسباب. هنا ربما حتى نربط الحديث ببعضه، أسألك دكتور أستاذ عبد الحميد حمد، يعني ربما يقول قائل أن التطبيع العربي الآن كما تحدث الأساتذة قبل قليل لم يعد حجر عثرة أمام القضية، لأن الوصاية العربية كما تعلم على فلسطين لم تعد قائمة، وأصبح قرار فلسطين للفلسطينيين. وهنا ربما أفتح قوس كبير أستاذ حمد، وأسألك عن الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية تحديدا في موضوع التنسيق الأمني. أولا تحياتي لكم من قطاع غزة المحاصر، ومن فلسطين، من القدس، من الضفة الغربية، من رام الله، من كل مدننا الفلسطينية، لشعب الجزائر ولقيادة الجزائر ولهذا الشعب المعطاء الذي احتضن الثورة الفلسطينية على مدار انطلاقتها حتى اليوم. بالتأكيد نحن نحيي اليوم ذكرى يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، هذا اليوم الذي عمد بدماء الشهداء والجرحى، ولكن مسيرة الشعب الفلسطيني مستمرة منذ انطلاق الثورة الفلسطينية وحتى الآن، وكل الخطابات والعراقيل التي وضعت أمام تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باعتبار إسرائيل دولة احتلال وعليها الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 67، للأسف على مدار 70 عام من قبل القضية الفلسطينية لم يستطع المجتمع الدولي ولا الأمم المتحدة من لجم دولة الاحتلال
وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وبالتالي هذا أعطى مؤشر أيضا وأعباء نضالية كبيرة على شعبنا الفلسطيني حتى يتحمل مسؤولياته بنضاله سواء في إطار المقاومة الشعبية أو في إطار المقاومة المسلحة من أجل انتزاع حريته وانتزاع تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية حدود 67. وبالتالي الدعم العربي والتضامن العربي والوقوف بجانب القضية الفلسطينية من الشعوب العربية كان عامل مساعد ومهم في إطار نهضة المشروع الوطني الفلسطيني وفي إطار الحفاظ على نضالنا الفلسطيني. الجانب الآخر، عندما نتحدث عن مسألة التطبيع، نحن كفلسطينيين ننظر إلى التطبيع باعتباره مؤشر خطير على قضيتنا الفلسطينية. عندما تهرول الأنظمة العربية باتجاه مزيد من التطبيع الاقتصادي والسياسي والرياضي مع النظام دولة الاحتلال، هذا يؤثر على إنجاز حقوقنا الوطنية ويضع القضية الفلسطينية في إطار ضعف يمارس عليها منذ أكثر من 70 عاما. وبالتالي لا مبرر لهذا التطبيع العربي مع دولة الكيان الإسرائيلي، ولا مبرر أيضا لانتظار السلطة الفلسطينية عدم تطبيقها لقرارات أستاذ عبد الحميد الفلسطيني وفي مقدمتها قرارات المجلس الوطني والمركز. أستاذ عبد الحميد، يعني نتهم الأمم المتحدة ونتهم أيضا الأطراف العربية في تراجع القضية الفلسطينية، هذا تحصيل حاصل ربما لا يختلف عليه اثنان، ولكن في المقابل دعني أسألك هنا سؤال صريح: إسرائيل تستغل كل صغيرة وكبيرة لقبر القضية الفلسطينية، وهذا ما تفعله منذ سنوات طويلة، بينما نتحدث هنا في إطار ضيق عن السلطة الفلسطينية في فلسطين وشركائها. قد يقول قائل أنهم ربما عجزوا حتى على استغلال النتائج الإيجابية للحرب الأخيرة على غزة، على الأقل في الجانب الدعائي لضعف الخصم وهو إسرائيل. بالتأكيد عندما نتحدث عن الحالة الفلسطينية نتحدث عن حالة من التشرذم في ظل الانقسام الذي استمر أكثر من 15 عام والذي أضعف وأدى بالقضية الفلسطينية أن لا تصبو على جدول أعمال المجتمع الدولي. وبالتالي ما أنجزته سواء المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة وبالضفة الغربية هو مهم وعامل رافع للقضية الفلسطينية. علينا نحن كفلسطينيين أن نمارس الضغط على قيادة السلطة من أجل استعادة الوحدة الوطنية وفتح حوار وطني شامل مع كل القوى الفلسطينية من أجل الذهاب فورا إلى إعادة وحدة الصف في إطار منظمة التحرير، والذهاب فورا في إطار انتخابات. إن لم نستطع نذهب إلى توافقات لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني. وبالتالي مرتكز القوة للقضية الفلسطينية هي الوحدة الداخلية، وعندما تفتقد هذه الوحدة بالتأكيد الموقف العربي يتراجع والموقف الدولي يتراجع. وبالتالي من هون بدأت مسألة دولة الاحتلال عندما تتسرب إلى المجتمع الدولي وتتسرب إلى الدول العربية باتجاه باعتبارها دولة داعية للسلام وجاهزة أن تدفع ثمن السلام. ولكن هذه المبررات هي مبررات واهية. على الأرض يوميا الحكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنت تمارس القتل وتمارس الاستيطان وتمارس تهويد مدينة القدس. وبالتالي كل ما يصاق من دولة الاحتلال للعالم العربي وللأنظمة العربية في إطار أنها معنية بالسلام ومعنية بإقامة علاقات سلام مع المجتمع العربي ومع الشعوب العربية، هذه تأتي في إطار الرواية الصهيونية المغرضة والتي لا تنم على الواقع بأي صلة، لأن الاحتلال ما زال على أرضنا ولم يغادر هذه الأرض، ولم تستطيع دولة الاحتلال أن تلجم مستوطنيها من الاعتداءات اليومية على الحرم القدسي الشريف. وبالأمس زيارة رئيس الكيان الإسرائيلي للحرم الإبراهيم الشريف. وبالتالي كل هذه الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية الهدف منها هو تهويد المدينة وطبع عليها طابع إسرائيلي بحت، وبالتالي يتساوق ذلك مع الرواية الصهيونية التي تؤكد يوميا أن هناك أن هذه الأرض هي لشعب لا يستحق أن يكون عليها. وبالتالي وبالتالي كل هذه الروايات الصهيونية للأسف الشديد شعبنا الفلسطيني بوعيه وبحكمته وبنضاله المتواصل أحبطها على مذبح الحرية ومذبح المقاومة،
ولكن على شعوبنا العربية التي ترفض التطبيع عليها أن تمارس مزيد من الضغوط على الأنظمة العربية من أجل إفشال كل المخططات. واضح جدا أستاذ عبد الحميد تمرير هذا المشروع نعم. الخطير الأمريكي الإسرائيلي بالعالم العربي. أستاذ عبد الحميد أرجو أن تتفضل بالبقاء معي ومتابعة تدخلات الإخوة الضيوف هنا في الاستوديو. أعود إلى الأستاذ الدكتور رائد ناجي. أستاذ يعني تراجع القضية الفلسطينية في القرار العربي كما هو واضح وكما كان يتحدث قبل قليل الأستاذ عبد الحميد من غزة يعني هو نتاج أسباب عربية دولية إقليمية إلى غير ذلك مجموعة من الأسباب، ولكن هنا أسألك تحديدا ماذا عن حالة الضعف السياسي والوهن الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية وربما افتقارها حتى لأدنى الأوراق أوراق القوة القادرة على مواجهة إسرائيل؟ ماذا يمكن أن نقول في هذا الشق؟ طبعا السلطة الوطنية الفلسطينية يعني دعنا بداية أن أقول لك لما هي بدأت يعني أيضا إضافة لما قال الدكتور خوجة الآن نعم. أنه أحد خسائر القضية الفلسطينية هو خسارة الحاضنة العربية. القضية الفلسطينية كانت دائما موصولة بالحاضنة العربية، فلما ضعفت الحاضنة العربية أو الحاضنة العربية تركت وتخلت على القضية الفلسطينية بدأت تضيع. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنني سأرد على سؤالك. طبعا أكيد الكلام هذا يعودنا أنه منظمة التحرير لما كانت في عدة دول عربية وخرجت من لبنان ثم انكفأت ثم تشرذمت ثم ابتعدت إلى تونس وغير ذلك من هذه الدول، فبالتالي أصبحت بعيدة عن فلسطين. ومنذ ذلك تدخل فعلا اليهود وحاولوا إيجاد يعني ناس بدائل للسلطة الوطنية الفلسطينية، لإيجاد سلطة يعني قبل أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية. لماذا؟ حتى تتخلص اليهود يعني حتى تتخلص هذا الكيان من عبء الشعب الفلسطيني كبلد محتل، يعني حتى يتهرب للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وغيرها. على كل لما جاء البديل هذا في الأخير قبلت السلطة بكل الشروط التي أدرجت، حتى أنه في البداية يعني كما ذكر يعني الأستاذ أعتقد ذكر النقطة هذه، حتى أنه في البداية كان من ضمن المفاوضات وشروط المفاوضات مع الرباعية العربية ألا يكون للسلطة الوطنية لأحد من منظمة التحرير الفلسطينية حاضرا، يعني لا رئيس عرفات الله يرحمه ولا غيره، يعني هذا بالتالي أنه كان يريد أن يفاوضوا غير الفلسطيني على فلسطين. هذا منذ البداية هذا شعراوي وعبد الشافعي نعم هذا فيما بعد دخل، لكن في الأول كان مرفوض الأطراف العربية، في بعد نعم دخل عبد الشافعي وحنان عشرة وصائب عريقات أيضا. طيب فيما بعد لما خشيت بعض أطراف منظمة التحرير صارت تقبل بأي مساومة، هذا بحد ذاتها هذه كانت نقطة ضعف أن نقبل بأي شيء. حتى أن رئيس عرفات لما سأل قالوا يعني أنت وش تفعل يعني في غزة وفي أريحة، قال أنا أعطوني شبر ونقدر ندير أشياء كثيرة، لكن على الأرض الواقع هذا الكلام بعيد المنال يعني حقيقة، وهذا اللي الذي نراه. إذن منذ البداية كانت العلاقة غير متكافئة وكانت علاقة تقدر تقول علاقة ابتزاز من طرف الكيان كأقوى يعني على الميدان كان أقوى، فبالتالي السلطة كانت نتاج حالة ضعفية من البداية. طيب ولكن ما الذي يمنعها الآن هذه السلطة في فلسطين أن تستغل النقاط نقاط القوة في الداخل الفلسطيني؟ سأتي لك نقطة سواء نقطة. كانت من حماس أو من فتح أو من أطراف أخرى. سأتي لك نقطة نقطة. هذا انجر أنه اتفاقية أنه مجموعة من الاتفاقيات عرفت باتفاقيات أوسط اتفاقيات ما بدأين مجموعة اتفاقيات هي ليست اتفاقية واحدة. في كل اتفاقية كان الجانب الاحتلال كان دائما أذكى بكثير جدا من المفاوض الفلسطيني في قضية حتى نسج الشروط والبنود في بنود الاتفاقية، فتجد أن السلطة الوطنية الفلسطينية تكبلت في كثير من هذه الاتفاقيات فأصبحت كأنها محكومة نعم. في داخل يعني دعنا نقول في داخل بوتقة لا تستطيع أن تخرج من هذه البوتقة، وأنه الجانب اليهودي حاصرت نفسها نعم. واستطاع الجانب اليهودي أن يحجز السلطة قانونيا ودوليا وسياسيا، فبالتالي كان له دائما الغلبة في هذا الميدان وحتى عسكريا نحن معروف على الجانب الأرض العسكريا. هذا نتج ثم بعد الانقسام الحاد يعني في فلسطين أصبح في انقسام، فأيضا هنا الحاضنة العربية للأسف الشديد الدول العربية ساهمت في هذا الانقسام بأن البعض تولى زمام بعض الحركات والآخر بعض الحركات، إذن فأصبحت الفجوة في داخل فلسطين أوسع، فأصبحت كأنه ثنائية القطبية في فلسطين وثنائية يعني كأنه طيار يميل لاتجاه معين وطيار يميل لاتجاه معين، والطيار اللي كان تميله السلطة الوطنية الفلسطينية هو التيار الأكثر في المجموعة العربية وهو نفسه الطيار يعني الذي يمد يدا الآن نعم. ولكن سؤال فقط قبل أن ننتقل إلى الدكتور خوجة نعم. سؤال بسيط دكتور ناجي، يعني كنت طرحته على الأستاذ عبد الحميد من غزة وأعدت طرحه عليك ولكنك لم تجبني سأشير. هل على المباشرة حتى نربح يعني بعض الوقت هل استثمرت السلطة الفلسطينية في عملية الآن أسميها تحديدا عملية سيف القدس الأخيرة شهر مايو المنصرم التي ربما لا يختلف اثنان في العالم على أنها شكلت تحولا كبيرا في مجرى الصراع الفلسطيني حقيقة السلطة الفلسطينية لم تستثمر في أي حرب
من حروب غزة، لا في الأخيرة ولا اللي قبل، لأنه قبل كانت في مجازر حرب وكانت في تقارير، ومع ذلك لم تستثمر السلطة بشكل يعني على الأقل بشكل لا. واضح. وحتى الحرب الأخيرة رغم أنه الحرب الأخيرة عادت موازين القوة، وعادت أنه حتى تحديد بنك الأهداف اختل، وحتى كل الموازين اختل، حتى أنه اليهودي بذاته أصبح يبحث عن علاقات تطبيع لتغطي على النكسة التي أصابته، ومع ذلك للأسف الشديد لم تستغل لا فلسطينيا ولا عربيا، حتى من جانب السلطة لم تستغل الحقيقة، لم تستغل هذه النقطة، ولو أنها لو استغلت لكانت ربما فارقة في التاريخ في القضية الفلسطينية على الأقل. دكتور محمد خوجة، في نفس السياق فقط أطرح عليك سؤالا ثم يعني ممكن ضيف تعقيب على كلام دكتور ناجي وبعدين جواب على سؤالي. إلى أي حد دكتور محمد خوجة ساهم اختيار السلطة الفلسطينية للمفاوضات السلمية كخيار استراتيجي ووحيد في مواجهة إسرائيل وتنصلها من الكفاح المسلح؟ أقول إلى أي حد ساهم في تراجع القضية الفلسطينية بشكل عام وانحصارها ربما في الجانب الإعلامي فقط، يعني بقات الآن القضية الفلسطينية موجودة في الجانب الإعلامي فقط. أستاذ سعيد، طرحت السؤال يعني المهم جدا في هذه المناقشة، وهو أنه خيار المفاوضات كان خيارا خاطئا منذ اللحظة الأولى، لأنه يعني مسار أوسلو جاء نتيجة يعني الحصار الذي وجدت إسرائيل نفسها فيه بفضل المفاجأة التي أحدثها الشعب الفلسطيني بالانتفاضة سنة 87. نعم. سنة 1987 فاجأ الشعب الفلسطيني يعني كل العالم، وفاجأ إسرائيل بشكل جديد من المواجهة إسرائيل، شكل لا يقوم على السيطرة على طائرات أو احتجاز، وإنما في مواجهة الجنود الإسرائيليين بالحجارة. هذه العملية، وأنا أقرأ لك من كتابات إسرائيلية، كتابات إسرائيلية تقول بأنه فعلا هذه الانتفاضة يعني ضربت مصداقية الجيش الإسرائيلي، ضربت يعني الجيش الإسرائيلي الذي لا يقر يعني أمام أطفال، أنه صار جيش. وأقول لك من كتابات قادة إسرائيليين قالوا بأنه أحسوا بهزيمة أخلاقية أنه أطفال، أنهم يواجهون أطفال فلسطينيين. فالعقل الإسرائيلي، العقل الصهيوني كما أشار الدكتور، يعني فوجد بأن الحل يكمن في استغلال وتوظيف السلطة الفلسطينية، الفصائل الفلسطينية كانت موجودة، الفصائل الفلسطينية، وإدخالها من الداخل لتحجيم هذا العمل الثوري. إذن الفخ الذي حتى الدراسات الاستشرافية دكتور التي يقوم بها بين الفينة والأخرى، يعني ربما سياسيين إسرائيليين يذكرون مثلا الخطر القادم من غزة ومن حماس، ولا يتكلمون عن الخطر الذي تشكله فلسطين ككتلة واحدة. نعم، هي توظيف طرف ضد طرف. الفلسطينيين عندما جاءوا قبلوا بالخيار تاع السلم، وتركت يعني وضع القدس النهائي ووضع الحدود والمستوطنات واللاجئين، تركت هذه إما بعد، ومن هنا كان الخطأ. يعني الطريقة التي صاغ بها العقل الإسرائيلي في تاع المفاوضات كانت عبارة عن فخ يتم على مراحل لخنق الفلسطينيين. فيما بعد وقعت القيادة الفلسطينية. ما الذي استفاده الفلسطينيون من مسار أوسلو؟ استفادوا فقط من وجود سلطة فلسطينية، وهي مفككة، وفيه يعني تعاون أمني مع الأمن الإسرائيلي لفائدة الأمن الإسرائيلي، وأدت في نهاية الأمر إلى استقطاب جزء من السلطة العربية، وقع تحت تأثير المال العربي وتحت تأثير النفوذ العربي، وجزء منها حاول التمرد. وهنا ابقت يعني طرحت غزة على أساس أنه فيها حماس، وجهت لها تهمة أنه إسلاميين مرتبطين بإيران، وبدأ الحصار يعني يضرب منذ بداية سنة 2006 يضرب عندما فازوا في الانتخابات. إذن أظهر لنا التاريخ، تاريخ المقاومة الفلسطينية، أنه كلما كانت الفصائل الفلسطينية، كلما كانت القيادة الفلسطينية موحدة حول هدف المواجهة إسرائيل بأشكال كثيرة مختلفة ومتعددة المواجهة، كلما كانت إسرائيل ضعيفة يعني أمام الرأي العام العالمي وحتى في طرق مواجهة هذا المقاومة الفلسطينية. وأظهرت لنا أن كلما كان هناك مفاوضات وكلما كان هناك جلوس مع الإسرائيليين، كلما أدى إلى ضرب مصداقية يعني هذه السلطة الفلسطينية عربيا وعالميا وحتى فلسطينيا. والآن الحل يعني الأمثل يتمثل في أنه العودة، أولا توحيد الجبهة الداخلية، أن هناك الآن يعني كل يعني صفقة القرن، هذه ما يطلق عليها بصفقة القرن، أهم شيء إيجابي قدمته الفلسطينيين رغم أن كلها يعني كلها كوارث،
أنها فتحت أعين السلطة الفلسطينية، هيئة المجتمع الفلسطيني كي يتوحد، وحدث هذا في البداية بالفعل. نعم. حدث في البداية، ولكنه ما لبث أن اندثر، ولم صحيح. يحدث لا انتخابات تمت، ولا تم يعني توافق فلسطيني فلسطيني لإيجاد سلطة فلسطينية اللي قادرة على أنها تقود. حتى التقارب اللي كان موجود في البداية دكتور ما بين حماس وفتح مثلا بالفعل. الآن تقريبا بدأ يتلاشى. بالفعل لأنه دخلوا في منطقة السلطة ومنطقة تقاسم النفوذ ومنطقة من يسيطر على من، وأن هناك يعني تجاذبات عربية دخلت، دخل المال العربي الخليجي. نعم. على الخط وأثر بشكل. نعم. واضح. دكتور خلينا نستغل وجود الأستاذ عبد الحميد حمد من غزة، وهو كما قلت سابقا عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أستاذ عبد الحميد، يعني كنت تتحدث قبل قليل وتحدث الجميع هنا على أن عامل التطبيع العربي ساهم إلى حد كبير في تراجع القضية الفلسطينية ربما وإبقائها على مستوى المخيال الشعبي فقط. هناك نعم، هناك من يرى أستاذ عبد الحميد أن الدول المنغمسة في موجة التطبيع العربي مع إسرائيل، وهنا أتحدث عن الموجة الأخيرة، يعني هي في الواقع يعني دول غير مؤثرة وغير وازنة في القرار الدولي، باستثناء ربما المملكة المغربية، وللأسف الشديد يعني دورها التطبيعي يؤدي مباشرة إلى التشويش على الدور الجزائري في نصرة القضية الفلسطينية. أستاذ عبد الحميد؟ نعم نعم، التطبيع العربي للأسف الشديد خلال الآونة الأخيرة تتصارع وتيرته بكافة الدول العربية مع الأسف، وهذا ينعكس سلبا على قرارات الإجماع العربي وحتى على المبادرة العربية التي أقرت بحضور الزعماء العرب في بيروت، وبالتالي يشكل تراجعا عن الإجماع العربي فيما يتعلق بالنظرة لدولة الاحتلال، وبالتالي المبادرة العربية كانت بنودها واضحة أن لا تطبيع ولا علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال إلا عندما تعترف دولة الاحتلال بإقامة دولة فلسطين على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس مع حق العودة للاجئين، وبالتالي هذه الوتيرة المتسارعة للتطبيع والهرولة باتجاه إسرائيل لها انعكاسات سلبية على تماسك الوضع الفلسطيني وعلى الحقوق الفلسطينية، وتزيد الحكومة الإسرائيلية إمعان بتنكرها لحقوقنا المشروعة، وبالتالي تتزايد وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية وحصار قطاع غزة، بالمقابل إسرائيل لا تعترف بالشعب الفلسطيني وحقوقه وتتنصل من كل الالتزامات الدولية، وفي مقدمتها ما وقع ما بين منظمة التحرير وحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بما يسمى باتفاق أوسلو، وبالتالي إسرائيل لم تلتزم بتنفيذ كل الاتفاقيات وضربت بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية، وبالتالي تتنكر أيضا إلى دعوات الرئيس أبو مازن فيما يتعلق بالعودة إلى المفاوضات أو يعني العمل من أجل العودة إلى مفاوضات عن طريق الرباعية، رغم أن نحن في الجبهة الديمقراطية سجلنا اعتراض ومعارضة شديدة لهذا النهج التفاوضي الذي بدأ منذ اتفاق أوسلو والذي ضرب قرارات الشرعية الدولية بعرض الحائط، وأيضا جعل القضية الفلسطينية بمحاورها محل تفاوض مع الجانب الإسرائيلي، وهذا كان خطأ استراتيجيا وقعت فيه القيادة الفلسطينية منذ أن انطلقت في مؤتمر مدريد ومن ثم. نعم. طيب أستاذ عبد الحميد، إلى أن وصلنا لهذا الواقع السياسي الآن المأزوم والذي تحاول إسرائيل التنصل. نعم أستاذ عبد الحميد، إن كنت تسمعوني جيدا ومعذرة عن الانقطاعات الصوتية من حين إلى آخر، قد تتفق معي أستاذ عبد الحميد إذا قلت لك أن أقوى سلاح تملكه إسرائيل في مواجهة القضية الفلسطينية هو حق الفيتو الأمريكي الذي ألغى كل القرارات الصادرة من مجلس من الأمم المتحدة في صالح القضية الفلسطينية. هنا ربما أسألك وإسقاطا على هذا الوضع، هل يمكن للعرب في حالتهم هذه ربما كسب سلاح مماثل يستعملونه ضد المطبعين العرب، خاصة أتحدث عن موجة التطبيع الأخيرة كما فعلوا عام 79 في قضية كامب ديفيد، وربما مقاطعة مصر وإخراج الجامعة العربية من مصر إلى تونس؟ مصر الآن ربما تقول لماذا الكيل بمكيالين، لماذا لا يستعمل نفس السلاح مع المطبعين الذي استعمل مع مصر في سنة 79؟
أولا نحن نعيش في عالم ليس أحاد القطبية، رغم أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تفرض هيمنتها على العالم العربي وعلى المجتمع الدولي من خلال الفيتو ومن خلال المساعدات ومن خلال التدخل العسكري في بعض الدول العربية وإلى آخره، ولكن في بالمقابل القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وفي الأمم المتحدة سجلت انتصارات متعددة من خلال قرارات الجمعية العامة ومن خلال التأكيد قبل أيام على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وأيضا حق الشعب الفلسطيني في إطار إقامة دولة فلسطين حدود 67 ونزع الشرعية عن الاستيطان رغم كل الضغوط التي مارستها إدارة ترامب الراحلة وأيضا إدارة بايدن الحالية على المجتمع الدولي من أجل انتزاع يعني مسألة تتعلق بتصفية خدمات الأونروا ويعني تصفية قضية اللاجئين، ولكن المجتمع الدولي لم يخضع يعني الإدارة الأمريكية وسطوتها على المجتمع الدولي. وبالمقابل أيضا هناك حراك عربي دبلوماسي وحراك من الشعوب العربية يؤتي بثمار على القضية الفلسطينية. بمعنى آخر العالم ليس يعيش بظلام دامس تحت عنوان أن الإدارة الأمريكية لا تريد يعني إعطائنا حقوقنا، بقدر ما نراهن على أنفسنا نحن كعرب ونحن كفلسطينيين في إطار تقوية الذات وفي إطار استخدام وسائل القوة الضاغطة على المجتمع الدولي وعلى الإدارة الأمريكية. نعم، والورقة الأساسية الضاغطة هي الوضع الفلسطيني. الوضع الفلسطيني بحالة الانقسام الحالية لم يستطع أن يتقدم خطوة إلى الأمام اتجاه الحقوق الفلسطينية بحكم تدخلات الإقليمية التي تحدث بها الزملاء بالاستوديو، والجانب الآخر المصالح الفئوية الحزبية الضيقة التي تحاول أن يعني تبحث عن مصالحها الذاتية على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية. ومن هنا يعني بالتأكيد القضية الفلسطينية يعني منذ 15 عام لم نلحظ هناك أي تقدم على المسار السياسي في إطار إنجاز الحق السياسي للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وأقامة دولته، وهذا يستدعي منا استعادة الوحدة الوطنية الفورية، البدء بمعركة دبلوماسية مع هذا الاحتلال من خلال محكمة الجنايات الدولية ومن خلال نيل الاعتراف بدولة فلسطين بتحويلها من عضو مراقب إلى عضو دائم وتقديم طلبات لمحاكمة قادة الاحتلال في محكمة الجنايات من أجل أن نخرج من بوتقة الوعود وسياسة الانتظار التي تمارسها الإدارة الأمريكية. وللأسف الشديد القيادة الفلسطينية تستجيب إلى هذه السياسة والتي أدت بالمطاف إلى مزيد من الاستيطان، مزيد من التهويد، مزيد من تآكل المشروع الوطني. طيب أستاذ عبد الحميد، أستاذ عبد الحميد رجاء ابقى معي حتى نعطي فرصة لضيوفي هنا في الاستوديو يعني للحديث أكثر. دكتور ناجي، يعني بالنظر إلى ما كان يتحدث به الأستاذ عبد الحميد حمد من غزة وبالنظر إلى كل المعطيات التي تحدثنا عنها سابقا، ما هو المطلوب الآن في هذا الظرف بالذات، أو ما الذي ينبغي توفره كي تعود القضية الفلسطينية إلى صدارة اهتمامات الحاكم العربي وأيضا إلى لب انشغالات المواطن العربي؟ طبعا الموضوع مفترض أن ينطلق فلسطينيا في البداية. أنا أعتقد أن أول نقطة أن تنطلق من الداخل الفلسطيني وعلى يعني أنت مع فلسطين الفلسطينيين؟ لا هي الفلسطيني أو بالأحرى القدس يعني كقضية إسلامية لكل المسلمين، وهذا ما موجود في عقيدتنا على كل حال. لكن أنا أقول أنه تبدأ من داخل فلسطين، لأنه دائما الآن يعني الموجة الأخيرة على التطبيع وكل الإعلام العربي المطبع الذي ذكر كان دائما يتكلم، حتى الأفلام كان دائما تذكر أنه الموضوع موضوع سياسي فلسطيني وأنه حتى الفلسطينيين مثلا مختلفين أو قابلين أو غير ذلك. هذا ما طرح حقيقة في أدبيات الخطاب الإعلامي العربي التطبيعي، صحيح ولا لا؟ إذن الموضوع الأول يجب أن يبدأ فلسطينيا. فلسطينيا عندنا عدة اتجاهات في داخل فلسطين. الاتجاه الأول الاتجاه الإعلامي في داخل فلسطين، إنه ما كيف يستطيع الإعلام الفلسطيني التوجيه الرأي العام العربي على الأقل للقضية الفلسطينية وجعل قضية محورية. هذا أتكلم على الجانب الإعلامي. لأن على الجانب السياسي السلطة الوطنية الفلسطينية الآن يعني رغم أنها حاصرت نفسها ورغم أنها يعني الآن مجبرة بضمن قرارات واتفاقيات تقدر تقول من باب كأنها عقود إذعان في المعنى القانوني، لكن أيضا لديها مكنات قانونية أخرى تستطيع أن تحاصر إسرائيل لو فقط كان لديها العزيمة فعلا. هذا النقطة يعني الموضوع كيف يعني ممكن تسألني الموضوع يعني مؤخرا يعني كانت عدة دراسات في الفترة الأخيرة أنه ماذا لو قامت السلطة بحل نفسها، ما هو البديل؟ هذا أكثر تخوف الآن لدى حكومة بنت وغيره.
أكبر تخوف عندهم، ماذا لو يعني تركت فجأة ما كاش سلطة وتركت للضفة الغربية، ماذا سيستطيع أو ماذا سيفعل؟ هذا أكبر تخوف. إذا في عندي ورقة ضغط أولا على الأرض الواقع، عندي ورقة ضغط بقضية الأمن والتنسيق الأمني ممكن توقفه، يعني في أوراق ضغط سياسية كثيرة جدا. النقطة الثالثة، في اتفاقيات ممكن أن تتحلل منها. يعني الجانب الإسرائيلي لم إلى يومنا هذا كان دائما يراهن على سياسة التماطل وتأجيل القضايا للعامل الزمني، فبالتالي مع الزمن يذوب كل شيء، هذا كان دائما سياسته إلى يومنا هذا. فكثير من الاتفاقيات الآن يعني وقعت لكنها على أرض الواقع طبقت من طرف السلطة والمطبق من طرف الاحتلال. ماذا لو قامت السلطة أيضا بشكل معاكس وقامت فعلا بعدم تطبيق مثل هذه الاتفاقيات؟ هل ترى بهذا الكلام يعني أنه سيؤتي ثمار كثيرة جدا على المستوى التمثيلي؟ الممثلات الفلسطينية على أرض الواقع تفوق عددا الممثليات الإسرائيلية، المعلومة تاعك هذا. لكن على أرض الواقع أنه الممثليات والقنصليات الإسرائيلية تأثيرها في هاي في أفريقيا نعم. مؤخرا أكبر بكثير من التمثيليات والقنصليات الفلسطينية. نعم. ماذا تفعل القنصليات الفلسطينية؟ نقطة بين سطر. بالنسبة للرأي العام العربي النقطة باختصار شديد لأنه مقرنس وقت دكتور القضية، أيضا السلطة الفلسطينية بإمكانها أن تخرج حتى تتجاوز بعض الدول العربية إلى دول أخرى، يعني البحث في أمريكا اللاتينية، البحث عن أصدقاء كثر منهم أصدقاء القضية الفلسطينية، وفي حتى الحد الدول العربية لا موقف كثير جدا على ذكر الخروج من المحيط الجغرافي الفلسطيني والعربي إلى محيطات أوسع أخرى. ربما دكتور يعني في آخر دقيقة ونصف فقط، هل يمكن أن نتحدث عن مستقبل القضية الفلسطينية في ظل التحولات الأخيرة البارزة على الأقل مثلا المستوى الآن ربما في فرنسا وفي ألمانيا تحولات أوروبية رهيبة ربما يتخوف منها الطرف الإسرائيلي حتى في نعم في إيرلندا أيضا، في ظل كل هذه التحولات هل يمكن أن نتحدث عن جوانب إيجابية القضية الفلسطينية على الأقل في الخمس أو عشر سنوات القادمة؟ يعني بشكل يعني مضغوط جدا هكذا. اولا العالم يتجه الى تعدد القوى، والصين صاعده وروسيا والدول يعني كثيره اللي جايه للساحه التاثير الدولي. الجانب الثاني القرار رقم 2242 يعطي، وهو القرار الوحيد في العالم وليس هناك اي قرار يشبهه، وهو يعطي حق العوده وحق التعويض. وهذا القرار معناه حق التعويض العوده ليس لاشخاص وانما للشعب الفلسطيني، وهذا معناه انه العوده الى المقاومه. إسرائيل كباقي يعني القوى الاستعمارية لن تسمع لصوت آخر، لا لصوت السلام أو لصوت التعاون أو لصوت إلا لصوت المقاومة. المقاومة الفلسطينية تبدأ وقبل كل شيء كما قال الأخ الكريم، تبدأ بتوحيد الصف الفلسطيني وبالتالي ومن وراءها الصف العربي ومن وراءها يعني القوى المحبة للسلام كما حدث نعم. بالنسبة للثورة الجزائرية. والمقاومة بطبيعة الحال دكتور محمد خوجة يعني تأخذ عدة أشكال ليس بالسلاح نعم. فقط، هناك مقاومة سياسية، مقاومة اجتماعية، مقاومة إعلامية، مقاومة إلى غير ذلك. الشعب الفلسطيني يدرك كل هذه الأمور بالفعل. شكرا جزيلا دكتور. إذن مشاهدينا الكرام، فلسطين في زمن التطبيع من قضية سياسية إلى حالة إنسانية، كان هذا هو موضوع نقاش حلقة اليوم من برنامج خارج التحرير. أشكر كل من الأستاذ الدكتور رائد ناجي وهو الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، أيضا الأستاذ الدكتور محمد خوجة وهو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وكان معنا أيضا من غزة فلسطين أستاذ عبد الحميد حمد وهو عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. إلى أن نلتقي مشاهدي الكرام في موضوع آخر وفي حلقة أخرى، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق التقني الذي اشتغل معي في هذه الحلقة. إلى لقاء قادم والسلام عليكم.